السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلوك مدني، نص قرائي 120-131 على بركة الله. كما العادة صاحب النص أحمد عبد المالك، ولد بالدوحة سنة 1951. إذن بعض مراحل من حياته وأعماله. إذن لشفنا هنايا ولد أو حائز على درجة الدكتوراه في الصحافة والإعلام من جامعة ويلز ببريطانيا. عمل رئيسا لتحرير جريدة الشرق القطرية. عمل مذيعا ومنتجا بتلفزيون قطر. بعض الأعمال ديالو هي أوراق نسائية، أحضان المنافي، المعري يعود بصيرا، هي مسرحية. مجال النص، يندرج النص ضمن المجال الاجتماعي. مصدر النص، النص مقتطف من رواية بذور الصحراء للكاتب أحمد عبد المالك. نوعية النص، نص سردي ذو بعد اجتماعي. العنوان سلوك مدني، تركيبيا تكون من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا وصفيا معجميا، ينتمي العنوان إلى المجال الاجتماعي. لأهمية السلوك المدني في المجتمع. دلاليا يوحي العنوان بتصرف حضاري وإيجابي، وهو في مقابل السلوك الهمجي أو المتخلف. الصورة المرفقة، تنسجم الصورة المرفقة مع عنوان النص، فهي تجسد سلوكا مدنيا ممثلا في احترام قانون السير من طرف السائقين والراجلين. بداية النص ونهايته. بداية النص، يبتدئ النص بمؤشر زمني الصباح. نهاية النص، ينتهي النص بمؤشر زمني المساء، مما يدل على أن السلوكات المدنية المتحدث عنها في هذا النص تغطي فترة يوم كامل. بناء فرضية القراءة، بناء على المؤشرات الأولية للنص، نفترض أن موضوعه سيتناول أهمية السلوك المدني في المجتمع. بعض الشروحات اللغوية: مدني متحضر، داعب، لاعب ومزح، يقظا متنبها وحذرا، تلكأت أبطأت في السير، منمقة مزينة ومزخرفة، دس الشيء يعني أخفاه، كبرياء ترفع وتكبر، أبا رفض وامتنع، الفراش، العون أو الشاوش بالعامية المغربية، يتوددون يتملقون، تنحى ابتعد وانسحب، تنحى إن ابتعد وانسحب. الفكرة المحورية للنص، فكرة الأساس، إبراز السير لنماذج من السلوكات المدنية من خلال التصرفات الحضارية لبطل القصة. إذن قراءة تحليلية عن السلوكات المتحضرة الصادرة عن البطل أو بطل القصة. سلوك مدني بطل القصة تجلى في عندنا علاقته بأسرته، علاقته بالشارع والطريق، علاقته بالمواطنين، علاقته بزملاء العمل. بالنسبة لعلاقته بالأسرة، محب لأسرته، لطيف معها، عارفا بواجباته تجاهها. علاقته بالشارع أو الطريق، ملتزم بقواعد المرور. علاقته بالمواطنين، محترم للمواطنين على اختلاف أصنافهم، مخلص في عمله. علاقته بزملاء العمل، احترامه لزملائه في العمل وكذا مديره، وترفعه عن الغيبة والرشوة. شخصية النص، عندنا بطل القصة اللي شفنا، وهو نموذج للإنسان المتحضر العارف بحقوقه وواجباته. الشخص المندفع بكبرياء يمثل نموذجا لسلوك غير متحضر، وإنسان انتهازي يبحث عن مصلحته الخاصة. شخصية أخرى ثانوية، الزوجة، الأطفال، المواطنون، زملاء العمل، المدير، الفراش. الزمان والمكان في القصة. الزمن، يتميز الزمن في القصة بكونه زمن يغطي فترة يوم كامل من الصباح إلى المساء، وذلك للتعبير عن السلوك على أن السلوك المدني لهذا الشخص ملازم له طيلة يومه. المكان، تتنوع الأمكنة التي وقعت فيها أحداث القصة، البيت، الشارع، مكان العمل، للإشارة إلى مواظبة هذا الشخص على سلوكه المدني في مختلف
الأمكنة. المكان تسمى الأمكنة، قلنا إذن تكلمنا الزمن والمكان. التركيب، إذن السلوك المدني هو النموذج المثالي لما يجب أن تكون عليه تصرفات الأفراد وأخلاقهم، يجب أن تكون عليه تصرفات الأفراد وأخلاقهم داخل مجتمعهم، والنص المدروس يجسد نموذجا لهذا السلوك المتحضر من خلال رجل محب لأسرته اتخذ التصرف الإيجابي شعارا في حياته، سواء في علاقته مع أهل بيته أو في الشارع أو مع المواطنين أو مع زملائه في العمل. التقويم من القيم التي يحملها النص، قيمة أخلاقية، قيمة اجتماعية، قيمة أخلاقية تتجلى في ضرورة التخلق بالأخلاق الفاضلة في معاملة الآخرين وتجنب التصرفات السلبية. قيمة اجتماعية، يعرض النص نماذج من فئات المجتمع وما تتميز به من صفات إيجابية أو سلبية. وصلوا وسلموا على رسول